رامي عايش توصلنا حتى الأربعة وواحد وخمسين دقيقة. أنتم في الاستماع لديمانش بلوس، هذه راديو ميد، مرحبا بكم. شكرا اللي اخترتوا باش تعديوا شوية نهار لحد معنا. نحكيوا على ليزاسوسياسيون، نحكيوا أيضا على الجمعيات اللي قاعدة تقوم بعمل ميداني كبير، وإحنا الحقيقة ما نبخلوش في كل مرة وين ثم هكا أون أكسيون تصير في الميدان، نحاولوا نوصلوا صوتهم ونحاولوا نقدموا الإضافة. دايوغ اللي معنا اليوم هما روتاكت كلوب تانيت كارتاج، اللي بما أنه نحكيو على شتاء نحكيو على البرد دايمات هذية، je pense que déjà vous avez bien remarqué اللي ثم موجة برد كبيرة، هذاك علاش هو حملتهم اسمها شتاء دافئ. دونك وضيف في دايور عسيس جويني اللي هو رئيس نادي، مرحبا بك على دايمات. مرحبا بك ومرحبا بك في مستمعي راديو ميد. ميرسي بور سيت بيل انرجي اللي دخلت لنا بها. دايور لاكسيون على شنو تحكيو، كيفاش جوستمون احنا نجمو نعاونوكم، هذا اللي يهمنا، كيفاش نجمو نقدمو لكم ان كود مان كود بوس. والله الاكسيون هذه تهم 150 انفان، 150 طفل عمرهم بين 6 سنين و 12 سنه. الحقيقه حبينا نخموا فيهم في البرد هذايا، والاولاد هذوما من عائلات معوزه، حبينا نعاونوهم باش يتعداو البرد نتاع الشتاء هذايا ديفي. دونك خممنا احنا باش ناخذ لهم على الاقل كل ما يلزم للبرد هذايا، ونعاونوهم باش يبداو مرتاحين على الاقل في الشتاء. Très bien. الفكرة شنو فيها بالضبط؟ عنا 150 enfants باش تعملوا دي كوليكت، كيفاش باش تمشيو لهم، ديدلاين وقتاش؟ دونك تفاصيل اكثر. والله هي ليكسيون شان باش تكون نهار 26 ديسمبر في ولاية سليانة. كما قلت لك الاولاد هذوما من 150 عائلة موزة، باش احنا توا الحقيقة سنين خممنا باش نكونوا الحوايج، يكونوا ناخذوا لهم حاجة جديدة، حاجة مزيانة باش ناخذوا لهم عنا اللي خممنا فيه توا الاولاد هذوما، باش يكونوا فما كبابط بوني كاشكول دي غون دي بوت، وهذوما اهم على الاقل حاجات اللي يهمون في المشي يمشيو نعاونوهم كما قلت، معناتها باش يتنقلوا مرتاحين لقرايتهم وباش يتعداو البرد هذايا باقل باكثر راحه واقل معاناه. تري بيان. وكي نحكيو اليوم على كلوب اللي انتم تمثلوه روتاكت تانيت كارتاج، شنو هما لي زاكسيون جينيرال اللي تقوموا بهم؟ شنو هما الحاجات الميدانيه ولا اذا عندكم زاده دي فورماسيون؟ فاش تتمثل الميسيون تاعكم بالضبط؟ والله روتاكت تانيت كارتاج احنا الحقيقه معناتها عندنا دي زاكسيون هيومانيتير على عام كامل في مختلف ولايات الجمهورية. الحقيقة لزاكسيون تاعنا مع تمر انتري سكولير للقفة رمضان، الاكسيون كيما ذي اللي بيروشو، واخر توا اكسيون احنا عملناها واللي الحقيقة لقات رواج كبيرة لشيل ناسيونال انترناسيونال، اللي هي راكمة حليك، اللي هو كان فما هذا عملنا ديفي ليد مود للنساء وبنات مرضى بالكونسير وعندهم امراض جسدية وبدنية، خرجنا الزين اللي عندهم بديفيلي، معناتها كانوا فما دي ستيليست لابسهم حوايج مزيانين، فما دي ماكيوز اللي ماكيجو لهم، وكانت رساله كبيره عطاوها لنا البنات والنساء هذوما، اللي مهما يكون فما شخص عنده معاناه ولا مهما يكون تعب نتاع المرض، ديما اللي يحب يكون فرحان ينجم يكون فرحان، واللي يحب يعيش يعيش. هذا هو، يعطيكم صحة. احنا الحقيقة نجمو كان نفرحو، نجمو كان نكونو سعيدين جدا كي نلقاو دي جون هكا اكتيف دون لا سوسيتي، كي نلقاو دي جون اللي يحبوا يقدموا، وكيما نقولوا احنا كلنا يد واحدة. بالنسبة لينا احنا نحاولوا كيما قلت لك في كل مرة نوصلوا صوتكم، وما غير حتى مزايا، ما غير حتى مزايا، اون في سا افيك بوكو دو بليزير. اليوم إذا ثم شكون يحب يعاون، كيفاش ينجم يعاونكم؟ دونك اللي يحب ينجم يعاون، احنا كيما قلت لك معناتها تو سيب الاولاد الصغار هذوما، اللي عنده حوايج نتاع اولاد صغار عمرهم بين 6 و 12 سنه ينجم يكلمنا على الرقم هذا اللي هو 26 2 6 4 0 2 2. نعاود مره اخرى 26 2 6 4 0 2 2. يكلمنا على الرقم هذا اللي يحب يعاون باللي نجم للاولاد الصغار هذوما، باش نعاونوهم الكلنا مع بعضنا باش يعاديو الشتاء هذا مرتاحين. Très bien. Ça m'a zédé kif kif, je pense, à comme une page sur Facebook. Elle est Rotaract Club Tanit Carthage. D'ailleurs, il y a un petit tabac. Comment elle est bien. Il y a un petit message, un petit mot. On tout m'a bat contacté. Il y a un zédé kif kif à travers la page Facebook. Il y a le cas comme Manjoudine fait d'ailleurs, t'as pris 11 000 abonnés à la page. Il y a. هذا هو هذا هو، نجم يتصل بنا كيما قلت النمره هذا، ولا على الباج ولا حتى على انستغرام، زاد على كونت انستغرام كيف كيف روتاكت كلوب تانيت كارتاج. اي فوالا ريتو الاولاد تبارك الله عليهم موجودين ان بتي بو بارتو في لي ريزو سوسيو. يعطيك صحة عزيز، شكرا ليك، اي بي دونك ا تري بيانتو ا تري بيانتو. دونك احنا مازلنا معاكم، ساعتنا الاخرى تبدا شوي اخر، ولكن قبل هذا